مع برنامج فنون العرائس للناشئة، والذي أقيم ضمن فعاليات المعسكر الصيفي للإبداع المسرحي في إطار مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض التكاملي، والذي يستهدف منتسبي ومنتسبات مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حيث اختتمت ناشئة الشارقة بالأمس البرنامج بعرض مسرحي عرائسي حمل عنوان فوق الأرض تحت السماء. تفاصيل العرض المسرحي نتعرف عليها في التقرير التالي. فوق الأرض تحت السماء هو عنوان العرض العرائسي الذي اختتمت به ناشئة الشارقة ورشة التحريك المبهر للعرائس مساء الأمس على مسرح مركز ناشئة واسط، ضمن فعاليات المعسكر الصيفي للإبداع المسرحي وفي إطار مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض التكاملي، الذي يستهدف منتسبي ومنتسبات مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حيث جاءت الورشة بإشراف من الخبير المسرحي التونسي الأسعد المحواشي. هو مختبر مع الناشئة، بدأ عنده عامين بريسك قبل الكورونا، وكنا نشتغل عن بعد بالزوم، وبعدين اتاحت الفرصة كون نجي هنا للشارقة ونكمل العرض هذا. العرض هذا يحكي معاناة متاع طفلة صغيرة كونها معناها دخلت في حيها ولا البلد متاعها في دمار وحرب، وكيفاش تشردت. لكن العرض اخترنا لغة الصمت، نحن نقوله ما فيش كلام، الكل بالحركة متاع الدماء. للأمانة في طاقات جدا مبدعة، يعني تأسست على تحريك دمية التي هي يعني صنعت من مواد أولية، وهذا شيء مبهر للأمانة. أنا من الأشخاص نفسي اللي أشتغل مثل هذا العمل أو ما مثل هذا الاشتغال، يعطيهم العافية، يعني جهود جبارة يعني تقدم للناشئة. يعد العرض العرائسي نتاجاً عملياً للورشة وبرنامج فنون العرائس للناشئة طويل المدى، وقد طرح العرض موضوع اللاجئين والأطفال الذين يعانون الشتات في العالم، ومسلطاً الضوء على قانون حقوق الطفل. تعلمنا وايد أشياء ومنها تحريك الدمى، واليوم مثل ما شفتوا قدمنا عرض وايد حلو. قدمنا عرض كان يتكلم عن إخواننا في بلدان، أن الحروب اللي صارت فيها والسلام، وأن كانت سلام عقب استوت حروب. عملت في هذا العرض كمساعد مخرج وكمشارك في العرض. هذا العرض يتكلم عن اللجوء، يتكلم عن اللاجئين من أنحاء العالم، لأن وايد دول يعانون من هذه المشكلة. فنحن حابين وصلنا فكرة للجمهور من خلال عرض مسرحي صامت. المعسكر الصيفي للإبداع المسرحي اكتشاف للطاقات والمواهب وصقل للمهارات بهدف إعداد أجيال قيادية واعدة تسهم بدورها الإيجابي في تنمية وازدهار الوطن.